عندكم موضوع غريب في العراق هذه المرة، الحلوى مختلفة، طعم المخدرات، ليش؟ نعم، للأسف هو أسلوب خطير وصفته الجهات الأمنية والسلطات العراقية بدس المخدرات في مادة جيلاتينية على شكل حلوى للأطفال، إضافة إلى دسها أيضا في السجائر الإلكترونية. الطب العدلي وصف أن المواد التي تم تحويلها له من قبل الجهات المعنية هي مواد تحتوي على مادة الحشيشة. ايضا ان هذه السجائر الالكترونيه اليوم في متداول يد المراهقين، يعني هذه تنباع يعني بالمحلات ولا القي القبض عليهم ولا ضبطيه ولا شنو؟ طبعا هي مواد يعني وصلت الى العراق وتم ضبطها من قبل الجهات الامنيه، لكن في حال لم يتم ضبطها كان اليوم يعني نجدها تباع في المحلات فعلا، لانها عباره عن حلوى للاطفال وايضا عباره عن سجائر الكترونيه، والسجائر الالكترونيه والحلوى تباع بالمحلات طبعا. اضافه الى هذا يعني الطب يعني اضافه الى هذا ان هذه السجائر الالكترونيه في متداول يد المراهقين اليوم بشكل كبير، وهذا يشكل خطر على سرعه انتشار المخدرات بين هذه الفئة العمرية، خاصة وأن العام المنصرم يعني أعلنت مديرية مكافحة المخدرات عن إلقاء القبض على 15,000 شخص بين مدمن ومتعاطي. يعني هذا الموضوع وأعلنت وزارة الصحة مؤخرا جداً. لكن ماذا عن الجواز العراقي وتصنيفه؟ إيش التفاصيل؟ نعم، أنه خبر مؤسف آخر أن الجواز العراقي الأخير عربيا وما قبل الأخير عالميا من حيث جودة جوازات السفر، وفق يعني إحصائية أجرتها شركة الاستشارات العالمية للربع الأخير من العام من هذا العام. طبعا هناك معايير عديدة يعني يشير لها مراقبون لتحديد قوة جواز السفر، ومن ضمن هذه المعايير سهولة إعطاء تأشيرة الدخول لصاحب أو حامل هذا الجواز، وهذه وسهولة إعطاء هذه التأشيرة يعتمد على عدة عوامل، منها العوامل الأمنية التي تتمتع بها البلاد والعوامل الاقتصادية أيضا التي تتمتع بها البلاد. ففي حال كان المواطن يعيش في بلده بحال اقتصادي مرفه وأيضا وضع أمني جيد دون الخضوع إلى تهديدات، هذا كله يمنح يعني يمنح قوة لجواز السفر، كون أن مواطنين هذا البلد سيكونون يعني بعيدين عن شبهة اللجوء أو بعيدين عن شبهة طلب اللجوء. للأسف هذه ليست المرة الأولى التي يعني يوضع فيها الجواز العراقي من بين في قائمة الجوازات الأكثر سوءا يعني، لكن نتمنى أن تكون الأخيرة. يعني زينب، أنا أتمنى الأسبوع الجاي أخبارك تكون مفرحة حبة طينة. شكرا جزيلا زينب المشاط، يعطيك العافية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.